ونحن نخاف على المغرب. اليوم قرأت خبرا في كل جرائد الوطنية، اختفاء غير مفهوم للنحل، وبيان لونسا، بيان الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية، زاد من الغموض لأنه لم يقدم تفسيرا مقنعا، وذهب يمسح ذلك في الجفاف وفي التصحر وفي حرق الغابات. والناس لا يتساءلون عن اختفاء النحل في المناطق الجافة والمتصحرة والغابات المحترقة، إنما يسألون عن اختفاء النحل في الأماكن التي فيها جو مناسب بيئيا لهذا النحل. وأنا لا أريد أن أتسرع في الحكم، ولكن أول ما دمر في مصر بعد التطبيع لأنه الأكثر هشاشة في كل مجالات الفلاحة والنحل. والنحل يكفي بأن تقوم أول رشة مبيد حشري مسموم، وإسرائيل متخصصة في هذا المجال، ومن يقرأ كتب رفعت سيد أحمد عن الاختراق الصهيوني للمجال الفلاحي في مصر مبارك وتونس بن علي سوف يرى التفاصيل المرعبة في هذا المجال، وخبرة إسرائيل التي تقدم لها أمريكا واضحة في هذا الأمر. وفي المغرب منذ أكثر من 20 سنة كان ضغط السفارة الأمريكية دائما على أن التطبيع فيما يسمى البحث العلمي يبدأ بوزارة الزراعة، ويبدأ بكليات الزراعة التي نسمى عندنا في المغرب معاهد الزراعة. وحدثني كم أستاذ في المعهد الزراعي في الرباط وفي أكادير أن الملحق الثقافي الأمريكي يحرص على تمويل هذه اللقاءات بأداء ثمن الإقامة في الفندق والطعام وجوائز البحوث والتنقل في الطائرة، ويقول لهم بالحرف هكذا، لأن نحن لا يهمنا كيف تلتقون مع الإسرائيليين وما وبأي شيء تنسقون، تنسقون معهم في القمح أو في بابا غنوج هكذا بالحرف، الدنجال نسقوا في الدنجال ولا نسقوا في القمح، المهم أن تنسقوا ونحن ندفع. هذا الحرص المريب على أن نبدأوا بالفلاحة، هذا الاختفاء الغريب للنحل في المغرب، والذي يذكر بأن أول ما اختفى في مصر هو النحل، ولم تستطع مصر أن تقول كلمة، حتى والتقارير إنما تكتبها جهات أمنية وإن كانت لا تنشرها علنا، وإنما اكتفت مصر باتخاذ قرار منع تصدير العسل لكي لا يرتفع ثمنه أكثر، بعد أن كانت مصر من أكبر مصدري العسل في المنطقة بعد اليمن. مجال الفلاحين خاف اليوم من بذور مخصية، من بذور ملوثة، من بذور مثل القنابل، من مبيد حشرية سامة. حدثني الشيخ عمر عبد الكافي وقد كان مسؤولا كبيرا في قسم الإشراف على استيراد المبيدات الحشرية بوزارة الزراعة بمصر لمدة 22 عاما، حدثني عن هذا الأمر حديث خبير، وله هو إذا أراد أن يعلن عن ذلك أن يعلنه، لأن الحديث كان بيني وبينه، ولكنه قال إنه يوم قدم استقالته بعد أن تعب من الصراع مع خونا ومع مخترقين ومع مرتشين وأيضا ليتفرغ للدعوة، قال كان يوم عيد عندهم لأنه كان هو العرقلة الوحيدة في وجههم. وأعرف قصصا مشابهة في المغرب للأسف الشديد.